الفنان اللبناني نادر الأتات معروف بصوته الجميل وبشخصيته الأجمل أيضا، لكن الليلة راح نشوفه ككوميديان. فعلا، فقد وافق على تقديم فكرة كوميدية في كليبه الجديد قلبي على اليمين مع المخرج سعيد الماروق. التقيناهم في الكواليس وسألنا الماروق أيضا عن خلافه مع وائل الكفوري. حضرنا كواليس كليب قلبي على اليمين، واول عمل بيجمع النجم نادر الاتات والمخرج سعيد الماروق. انا اول ما بلشت بالفن كان مثل تمنى عندي انه اصور مع سعيد. عم نعمل شيء ما بيشبه شيء قبله، يعني عم نعمل شيء جديد، غنية مجنونة. عم نعمل لك عمل رح يكون نقطة مهمة بمستقبلك. نادر ظهر بلوك جديد. هذا اللوك الصحراوي مثل ملابس، ايه بكذا لوك وعاملين اشياء هيك برودواي. وعن رأي المروق في نادر، قليل كتير اللي بيكون عنده شكل جميل وبيقدر يكون بيضحك. كمان رأي نادر في المروق، هو أنا عم بسمع له لأنه حدا عطي خبزك للخباز، فكيف إذا كان الخباز سعيد المروق؟ سعيد المروق قريب هيكون لي أعمال تانية. عاصي حلاني إن شاء الله كمان أغنية رائعة، وفي لملحم زين وفي لمعين شريف. مي عز الدين كمان كان ليها رأي مهم عن الأغنية. مسلة كمان بحييها، مسلة النجمة مي عز الدين حطت وقتها عندها على الانستغرام انه حابة كتير هيدي الغنية، ومن وراها صار هيك عم بيجي فيدباك حلو على الغنية. وهل هنلاقي كيميا بين سعيد ونادر في الشغل؟ كنا عم نسمعها قبل ما تخلص توزيع، وسبحان الله يعني أمرار الغنية هيك خلقتك، يعني لقطتنا أنا وياه وقلنا انه هيدي النكست. إن شاء الله يا رب يكون العمل عم حسن ظنكم. لكل المتابعين روتانا، بحبكم كتير. نادر الأتات، شكرا.